هناك معاناة كبيرة من أصحاب المخيمات في الحر الشديد الذي يعانونه داخل هذه موجة الحر التي ضربت شمال غرب سوريا. سنلتقي مع أحد الذين أشخاص الذين بادر بهذه الفكرة. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ. تحكينا يعني عن هذه الفكرة اللي أنت طبعا بدأت فيها وأنشأت هذا المسبح البسيط يعني الصغير لتخفيف الحر عن الأطفال. محمد عبد الفتاح دعيم اسمه هجر من معرة النعمان، عمر هذا المخيم 3 سنوات ونصف، مسؤول عن هذا القطاع أنا، مخيم الأندلس. الحقيقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة قمنا وبجهد ذاتي جمعنا بعد الخفان هو البلوك مع شادر خيمة، واشترينا صهريج المي اللي ثمنه 110 ليرات تركي، وعبيناه لنخفف المعاناة عن الأطفال، عن بعض الأطفال، لأنه حقيقة عندنا في هذا القطاع حوالي 130 طفل مثل ما كنتم شايفين عم نطالع قسم النزل قسم نحن لحتى يخففوا من الحرارة وشدة الشوب اللي عم نواجهها في الشمال السوري. يعني تحكينا عن هاي الفكرة، هاي الفكرة أول عام أول سنة بتسويها أنتوا، قد إيش صاركم عايشين بهذا المخيم؟ صار لنا 3 سنين ونص في هذا المخيم. هاي أول مرة بنشتغلها لأنه درجة حرارة فعلا حرارة قوي، يعني الجو نار، يعني الأطفال عم يحترقوا، يعني في عنا كذا حالة إغماء صارت في المخيم بسبب شدة الحرارة.